يا ترى ايه حكايه الولاده الكامله لسيده في قطر السعيد؟ إيراد حظ ولا فدان شطاره؟ اهو ده اللي حصل من كام ساعه في قطر السعيد اللي راجع من القاهره، لما كان في بنت كانت في العشرينات من عمرها، كانت حامل وجه ميعاد ولادتها، قعدت تصرخ لحد ما وصل صوتها لثلاث دكاتره في بقيه عربيه القطر. والحسن حظها كان راكب في القطر ده دكتور قلب ودكتور امراض نساء ومراته دكتورة الاطفال. قرر الثلاث دكاتره دول ان يقولوا لسواق القطر يقف ضروري لان في حاله ولاده طارئه، لان كل ما كانت عجله القطر بتمشي على القضبان السيده الحامل تقعد تصرخ اكتر. بدا الدكاتره يستاذنوا الركاب انهم يقوموا من على الكراسي علشان يعملوا سرير ولاده، وفعلا السواق كتر خيره هو كمان ساعد في ان الولاده تتم بسلام بعد ما وقف القطر اللي هو اصلا قطر محافظات. في الوقت ده لقوا ان الولاده هتبقى خطيره لو راحت المستشفى، وقرر دكتور النساء اللي كان في القطر خريج الطب من اسيوط ومن سكان محافظه اسيوط انه يكمل عمليه الولاده، رغم ان مفيش معاه اي ادوات تساعده انه يكمل، خاصه ان البنت الحامل دي كانت اول مره تولد. بدات مغامرات انهم يجمعوا ادوات تانية، شوكولاته بدل الكانولا ومقص بتاع راكب وازازه كحول ومناديل حمام بدل القطن. وفعلا بفضل ربنا ومساعده الدكاتره ولدت السيده الحامل وجابت بنت سميتها شمس. بس بعد ايه؟ تعب لمده اربع ساعات من غير ما تعرف انها كانت هتولد خالص. كل اللي كان موجودين في عربيه القطر اتحركوا بسرعه وزودوا بملايه وحاطوا السرير بيها اثناء الولاده، وفضوا الركاب سبع كراسي علشان تمدد عليها الام خلال العمليه اللي قعدت تقريبا ساعه. بعد ما كان الدكاتره خايفين الطفله تنزل تحتاج حضانه، فكانوا عايزين يركبوا محاليل، فعشان كده سالوا الركاب لو حد معاه كانولا وتحايلوا على الموضوع وادوا السيده شوكولاته. وبعد ما نزلت الطفله اطمنت طبيبه الاطفال انها كويسه. وبعد نجاح عمليه الولاده في القطر الستات قعدت تزغرب بين الركاب فرحانين بوصول الطفله شمس للدنيا. ولما وصل القطر لمحطة أسيوط كان في عربية إسعاف أخدت الأم لإتمام بقية عملية الجراحة والإطمئنان على حالتها. فتخيل ربنا يسخر مستشفى كاملة لسيدة حامل في القطر. الإنسانية خلت الدكاترة يتحملوا المسؤولية بتاعتها، فكان موجود طبيب نساء يولدها وطبيب قلب مسعف ليها وطبيب لحالات الطوارئ. ففعلا لطف ربنا وكرمه أكبر مما يتخيله عقل البشر. بس في النهاية عايزين نقول نصيحة تشدد عليها الدكاترة للسيدات الحوامل، اوعوا تسافروا في الشهور الأخيرة في الحمل، لازم تخلي بالكم من صحتكم وصحة أطفالكم اللي لسه ما شافوش الدنيا. وشكرا للجيش الأبيض، الأطباء الأبطال، ونورت الدنيا والقطر يا شمس.